السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج عين على فلسطين. الشعوب المقهورة والتي هي في حالة من الإنهاك الشديد بعد سنوات من القمع ومن تحطيم الآمال والبحث عن الحرية والعدالة الاجتماعية، تنتفض اليوم من أجل القدس وكل فلسطين لتعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد تعتيم متعمد أريد من خلاله تصفية القضية الفلسطينية. اليوم تنفس الفلسطينيون السعداء بعد ما رأوا حجم التضامن العربي والإسلامي والعالمي تجاه القدس العاصمة الأبدية للفلسطينيين، وكأن الأمة تنهض من جديد لتعيد الهيبة إلى القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ونتساءل اليوم كيف سنحافظ على هذا الزخم الشعبي والرسمي مناصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب بإعلان القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال. ما هي التدابير المطلوبة لرفع مستوى التأييد ولمنع هذا القرار الخطير والذي يخطط له منذ زمن بعيد؟ وماذا بعد الرفض الشعبي والرسمي لقرار ترامب؟ وأسئلة أخرى سوف نطرحها على ضيوفنا، والذي أبدأ بالترحيب بهم. طبعا نبدأ بالترحيب بالدكتور عصام يوسف، منسق نزاهة للأعمال الإنسانية والحقوقية. أهلا وسهلا بحضرتك. سوف ينضم إلينا بعد قليل عبر السكايب من برلين الأستاذ ماجد الزير، رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا ورئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن. أيضا سينضم إلينا من القدس المحتلة اللواء بلال النتشة، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس. نرحب بضيوفنا، ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا لنستمع إلى هذا الفيديو للأستاذ عيسى مكيكي، نائب رئيس رابطة برلمانيون من أجل القدس من المغرب. نتابع ثم نحاور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا أفضل المرسلين. عيسى مكيكي، نائب رئيس رابطة برلمانيون من أجل القدس. حضرنا هذا اليوم داخل البرلمان المغربي الجلسة التي عقدها دعم للقضية الفلسطينية، التي حضرها في حق الجميع، حضر رئيس الحكومة، حضر رئيس مجلس البرلمان بغرفته، حضرها كل الفرق البرلمانية، وهو تعبير حقيقي عما يخالج جميع المغاربة. هذا الأمر الذي لمسناه في حقه منذ اليوم الأول القرار المطهور لترامب، الذي هو مثيله مثل القرار المشؤوم لوعد بلفور بعد 100 سنة. يعني بالضبط المغاربة كلهم تفاعلوا مع هذه القضية لكي يعبروا عن حقيقة هذا الأمر الذي جهلها الرئيس الأمريكي وجهله يعني الصهاينة قاطبة، أن قضية القدس هي قضية مقدسة، هي قضية المسلمين جميعا. تفاعل المغاربة قاطبة مع هذا الأمر، بدءا من جلالة الملك الذي أرسل رسالة مباشرة إلى الرئيس ترامب قبل أن يصدر هذا القرار، منذ أن بدأت الملامح الأولى لهذا الأمر، وتفاعل الشعب المغربي قاطبة مع هذا الأمر، بحيث ما من مغربي على مختلف صفاتهم ومختلفة مستوياتهم إلا وقد حزنوا حزنا عميقا لهذا القرار المطهور. وهذا لمسناه مع المغاربة في ذلك اليوم مباشرة، منهم من قال بأنه لم ينم ليلة كاملة، كيف هو القدس الشريف، كيف هو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ في حقه يعني هذا القرار، ونحن ساكتون ونحن صامتون، لم نسكت ولم نصمت. إذن كما سمعنا دكتور عصام، الشعب العربي لن يسكت ولن يصمت، ولكن ربما جاء البيان الختامي للقمة الإسلامية في تركيا مخيبا للآمال قليلا، تحديدا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي كان يطمح إلى المزيد من هذه القمة، تحديدا خاصة عندما يتم الحديث عن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. رأيك ب القرار النهائي، المشروع الختامي للقمة؟ يعني حقيقة كما أشرت هو مخيب للآمال، كنا نظن أنه سيرفع الزعماء العرب والمسلمون سقف مطالبهم بحيث أن يكون يعني موازي للطرح الذي قام به الرئيس ترامب، وبالتالي للأسف الشديد أن هذا الاعتراف هو اعتراف قديم، منذ أن اعترفنا أصلا بالكيان الصهيوني كدولة أصبحنا في موقف الضعيف، وبالتالي ما زلنا نتراجع في مواقفنا
في كل مرة نتراجع إلى الخلف ولا نتقدم إلى الأمام، ونرى في الجانب الآخر أنه كلما تراجعنا كلما ارتفعت سقف مطالب الكيان الصهيوني، ونهايتها أنهم لا يريدوا فقط الاعتراف بدولة إسرائيل، ولكن على الشعب الفلسطيني أن يعترف بيهودية الدولة. وهذا طبعا كله سببه هو التراجع الفلسطيني في مطالبه، وبالتالي أيضا تراجع الأمة العربية والإسلامية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية. دكتور عصام، تقصد تراجع الموقف الفلسطيني تقصد الرسمي؟ الرسمي طبعا، أنا أتكلم على السلطة الفلسطينية التي هي تمثل الشعب الفلسطيني، ثم قبل ذلك اعتراف منظمة التحرير بدولة الكيان الصهيوني، و للأسف أن دولة الكيان الصهيوني لم تعترف بدولة فلسطين وإنما اعترفت بمنظمة، وبالتالي هناك فرق كبير بين الاعتراف بين بمنظمة أو الاعتراف بدولة فلسطينية. وبالتالي هذا هو التراجع الذي ابتدأ منذ يعني بداية احتلال إسرائيل لبقية فلسطين في عام 67، وإلى الأيام نرى تراجعات متكررة في هذا الجانب. اسمح لي دكتور عصام أذهب إلى برلين، معي من هناك الأستاذ ماجد زير رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ ماجد. أستاذ ماجد، هل أنت معي؟ نعم معك. نعم، سؤالي لحضرتك، يعني البيان الختامي للقمة الإسلامية في تركيا واضح أنه فيها بعض القرارات المهمة مثل طلب الحماية الدولية للفلسطينيين وللأماكن المقدسة، أما المسألة الأخرى فهو موضوع الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. كونك فلسطيني، كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ هل قدمت هذه القمة شيء جديد للفلسطينيين أو لطموحات الشعب الفلسطيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وللجمهور الكريم. أهلا، نحن كأصحاب حق نحتاج إلى أن نستقوي بأي نقطة مهمة في طور دفاعنا عن حقوقنا واسترجاع حقوقنا، وهنا نتكلم عن قرار ترامب بشأن نقل العاصمة ألاقة السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة أبدية لدولة الاحتلال. كان لابد من تحرك ما رسمي في هذا المجال. مجرد من إنعقاد القمة برغم الظروف السيئة في المحيط العربي وحول فلسطين، هذا بحد ذاته نقطة مهمة نعظم من شأنها. نحن في حالة انهيار للأسف الشديد في التعامل مع القضية الفلسطينية، سواء بالبعد الفلسطيني أو البعد العربي أو حتى المحيط الدولي، والظروف غير مهيئة لصالحنا. فالقمة أرى فيها بعض النقاط الإيجابية. لا شك عدم حضور دول على مستوى متقدم ورسمي أول تعتبر ثغرة، والثغرة واضح أن هناك من هو معني في الوسط العربي والإسلامي في إفشال هذه القمة. وذلك تماسك تركيا عبر رئيسها ووجود إيران ووجود دول عربية وخطابات، وأنا أعتقد أن خطاب الرئيس محمود عباس فيه نواحي متقدمة. الرئيس محمود عباس اعتلى على سقفه. أنا بتكلمش عن موقفنا الواضح والصريح من مسيرة الرئيس عباس وأوسلو، أنا معني بخطاب اليوم. خطاب اليوم كان فيه نقاط قوة حقيقية. ليس محمود عباس الذي نعرف، ليس حالة انهيار في السلطة في هذا الموضوع. هذا يحتاج إلى شيء من التعظيم، بتكلم عن التحلل، من بتكلم عن شيء من التحدي. لغة إعلامية متقدمة ليست على سقف الشعب الفلسطيني، ولكنها أعلى حتما من سقف السلطة في هذا المجال. هذه نقطة نحتاجها إحنا يعني مؤسسات مجتمع مدني كناشطين من أجل الحق الفلسطيني أن نقوي من 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 من, من, من شأنها أن نعليها، لأنه هذا ممكن أن ندفع بلغة الخطاب هذه إلى الأوروبيين، ونتوحد حول خطاب رافض رفضا كاملا لهذا. لأول مرة الرئيس بتكلم عن التحلل من كل الالتزامات الأمريكية، يعطي سرا ويفشي سرا بأنه كان في اتفاق بينه وبين أمريكا تحت الطاولة بأنه في بعض البنود المتاحة لفلسطين في المحافل الدولية بعد الاعتراف فيها كدولة ناقص في الأمم المتحدة، أنه أعطى عهد في 22 منظمة دولية أن لا يشارك فيها. الآن تحلل منها، تحلل من بعض الالتزامات. فهذا بالنسبة لنا مهم جدا. تكلم عن الوحدة الوطنية، تكلم عن الشعب الفلسطيني الواحد، حي المظاهرات، حي التحرك المدني، هذا كله ما كنا عهدناه. هذا مهم إذا بر إذا 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 حكمته الظرف الزمان والمكان في هذا الشأن،
فلا بأس، لأنه هذا حتى زمان نعم. لم يكن يحد الرئيس محمود عباس أي ظروف من أنه يتكلم ما يريد باستفزاز الشعب الفلسطيني. أجد أنه يأخذ علامة متقدمة في هذا الأداء، وجود الأمانة العامة للقمة التي انعقدت اليوم في ثلاثية الأردن وفلسطين وتركيا مع دولة أفريقية لتكميل الشكل الإسلامي أيضا هذا مهم. يعني بالنهاية لو لم تعقد القمة لا شك أنها ليست كقمة 69 يعني محاولة إحراق المسجد الأقصى أيام الراحل الملك فيصل، ولكنها لا شك أنها تحتاج إلى تعضيد. نحن نحتاج إلى أن نكون إيجابيين في التعامل مع المعطيات، لأنه الآن في موقف أوروبي وموقف عالمي رافض للقرار ترامب، فبالتالي أي نقطة بالنسبة لنا تكمل مشهدا يقوي نفسه ويعضد نفسه يجب أن تبقى الحرب والتصعيد والتقريع باتجاه العدو الصهيوني، يجب أن تبقى الحرب والتقريع باتجاه قرار ترامب، وهنا نخفض الصوت نخفته باتجاه أي هفوات فلسطينية حتى لا يقال حتى الفلسطينيين مش متفقين في هذا المجال. نحن في الميدان الآن في وحدة وطنية فلسطينية بكل التلوين الفلسطينية ومعها البعد العربي والبعد الإسلامي والبعد الأممي في كل الشوارع في كل العواصم في كل العالم. هذا موقف لم نشهده إلا أبان لاعتداء على قطاع غزة، ويعني الأخير لما امتدت الحرب في صيف 2014 ها هو المشهد يتكرر. فكل هذا نقاط ضوء مهمة في مرحلة استعادة الحقوق في مرحلة، فالمشهد مشهد لا شك أنه فيه علامات ونقاط نحتاج أن نتوقف عنها مع تثبيتنا أنه ليس سقفنا، مع تثبيتنا أنه ليس المثالي، مع تثبيتنا أنه هناك ما يمكن أن يكون أكثر وأفضل وأنفذ وأفعل نعم. مما هو حق الآن. سوف أعود لك أستاذ ماجد. أذهب الآن إلى القدس المحتلة مع الأستاذ بلال الناتشه الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ بلال. أهلا وسهلا. أكيد تابعت معنا قرارات القمة الإسلامية في إسطنبول، رأيك بهذه القرارات إلى أي مدى ترقى إلى طموحات الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال؟ أولا وجه التحية لك أختي وجدان، ووجه التحية لضيوف الكرام والسادة المشاهدين، وأنتهز هذه الفرصة للقاء معكم بالتوجيه التحية لجماهير أمتنا العربية والإسلامية والدول الصديقة لوقفتها المشرفة لنصرة القدس والمقدسات. كما أتوجه بالتحية لرئيس القمة الإسلامية فخامة السيد الرئيس رجب طيب أردوغان على مواقفه المشرفة ولدعوته القمة الإسلامية للانعقاد في إسطنبول. ولا يفوتني هنا وجدان بتوجيه عظيم الشكر لمواقف المملكة المغربية ملكا وحكوما وحكومة وشعبا، وبذات السياق لابد من توجيه التحية لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة العثمانية الهاشمية لمواقفه الرائعة اتجاه القضية الفلسطينية والقدس باعتباره صاحب الولاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية القدس. ومن هنا أؤكد من قلب القدس المحتلة والأسيرة وأحيي قائد مسيرة الشعب الفلسطيني البطل الكبير الرئيس محمود عباس أبو مازن، والذي عبر وبشكل جلي وواضح عن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي برفض قرار ترامب وتداعيه. أما بخصوص القرارات التي صدرت، نأمل أولا أن تصدر قرارات عن القمة الإسلامية المنعقدة بإسطنبول، وأن يصدر دعوة توجيه دعوة للاعتراف وبشكل صريح وواضح بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية. ونحن هنا نطلب الحماية الدولية، وأن يصدر عن هذه القمة طلب الحماية الدولية، لأن شعبنا المجمل هو بخطر شديد. وقبل قليل صدر تصريح عن الإرهابي وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان يدعو لتصفية الأخ الرئيس أبو مازن وهنية والسنوار. يعني ما هم شايفين ولا واحد أمامهم جانية، مش شايفين من السماء رؤعة. أنا بقول القرار اللي اتخذه ترامب واللي تكلم فيه ترامب خطير جدا. ماذا يعني قرار ترامب؟
خلينا نتكلم بهذا الموضوع. قرار ترامب خرق واضح لإعلان واشنطن عام 1994 الذي رعته أمريكا، والمتضمن أن القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي. اثنين، قرار ترامب خرق لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، اتفاق وادي عربة التي رعتها أمريكا، نعم، والتي نصت صراحة على أن وضع القدس يخضع لمفاوضات الوضع النهائي. ثلاثة، قرار ترامب خرق لقرار مجلس الأمن 242 والمتضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 67 وعلى رأسها القدس الشرقية. ملاحظة أن نص تنفيذ القرار يوجب الانسحاب من أراضي عربية وليس الأراضي العربية، وأن هذا التعريف أسقطت فقط ما أعتقد. أربعة، قرار ترامب خرق التفاهمات أوسلو التي رعتها أمريكا، التي نصت على أن القدس تخضع لمفاوضات الوضع الجديد. نعم أستاذ بلال، عذرنا المقاطعة، ولكن عذرنا المقاطعة أستاذ بلال، ولكن يجب التركيز الآن على ماذا لو لم يعني لم يوافق ترامب على تغيير قراره؟ ما الخطوة القادمة؟ هل السلطة الفلسطينية مستعدة لأن توقف التنسيق الأمني؟ وهذا سؤال أود على ضيوفنا أيضا المشاركة في الإجابة عليه. أبدأ بك أستاذ بلال. أول شيء أختي جداد بكتير من شبلين، أنا أخذ منازل أنا بصراحة وتكلم بشكل صراحة بشكل جلي أنه إحنا لن نستقبل لا ترامب ولا أي أحد كان من كان من الإدارة الأمريكية. إحنا مصلحتنا الفلسطينية ومصلحتنا القومية في كل حاجة. ونقطة ثانية ومهمة، نحن لن نرضى قيام دولة فلسطينية لا تكون القدس الشرقية عاصمة لها. نعم. لن نرضى ولا بأي شكل من الأشكال. وإضافة إلى ذلك، كل الأمور وكل الخيرات. سأعود لك أستاذ بلال عودة إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور عصام. دكتور عصام، يعني بالفعل لو يعني عارض ترامب يعني كل العالم، خاصة أنه نحن سمعنا أصوات ليس فقط من العالم العربي والإسلامي، يعني دول أوروبية عديدة كانت رافضة لنقل السفارات إلى القدس المحتلة، برأيك ما الخطوة التالية، خاصة أنه نحن نعرف دولة الاحتلال هي دائما لا ترضخ للأمر الواقع، لا ترضخ للقرارات الدولية، وترمي بعرض الحائط كل هذه القرارات، ما هو القادم برأيك؟ يعني أنا أعتقد يعني بالنسبة لنا كفلسطينيين وكدولة فلسطينية وكشعب فلسطيني، نحن بعدنا القومي هو الأمة العربية والإسلامية. نعم. وبالتالي المواقف يجب أن تعتمد بشكل أساسي على ما قامت به تركيا. تركيا أعلنت أنها بهذا الموقف تعارض كل هذه السياسات وأنها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. للأسف الشديد وجدنا خلال 10 سنوات الماضية تراجع عربي وإسلامي في دعم قضية فلسطين في كل المقاييس، بل وضيق على مواردها المالية بشكل كبير، حتى أنه في كثير من الدول العربية طمست منظمات العمل الخيري والإنساني. وبالتالي المؤمل اليوم، وأن الصفعة هي موجهة إلى كل العرب والمسلمين، أن هؤلاء العرب يتخذوا موقفا أشد من الموقف الذي كانوا عليه، ولعل بداية هذه القمة هي بداية عودة إلى التضامن العربي والإسلامي وتجمع الأمة كلها على قضية واحدة. هم أشغلوا الأمة بقضايا متعددة، بدءا من تدمير العراق وانتقالا إلى تدمير سوريا، ثم ليبيا، ثم اليمن، ثم الأزمة الخليجية وما بينهما. لا. وبالتالي ما لم يدرك العرب أنهم كلهم، وأن شعار دولة إسرائيل هو حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، ومعروف ماذا يشمل الفرات والنيل. فبالتالي إن كانوا يظنوا أنه كما قال المثل، أكلت يوم أكل الثور الأبيض أو الأسود، كلاهما في النهاية أكل. فبالتالي إن لم يستشعر العرب هذه القضية ويوقفوا موقف رجولي في هذا الموقف، وبالتالي موقف قومي وحدوي يقول أن حق الفلسطينيين حق لا تنازل عنه، وأننا سنقف بكل قوتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني قادر على أن يهزم الدولة الإسرائيلية، وقد هزمها في عدة مواقف. نتذكر أنه أعلن ترامب نقل السفارة في ذكرى الانتفاضة
انتفاضة الحجارة والتي هزمت الكيان الصهيوني واضطرته إلى أن تقوم دولة فلسطين التي قامت على ما قامت عليه على الضفة الغربية وقطاع غزة غصبا عنه وإجبارا وإذلالا له. وبالتالي نحن نعتقد أن الشعب الفلسطيني هو معول القضية وعليه أن يستمر في هذه الانتفاضة وأن لا ينهيها إلا بإخضاع الكيان الصهيوني وإخضاع أمريكا من خلفه. نعم، اسمح لي أذهب إلى الأستاذ ماجد الزير. أستاذ ماجد، يعني كيف للشعب الفلسطيني أن ينهض، أن ينتفض من جديد، وهناك مشاكل عدة في البيت الداخلي الفلسطيني؟ ما زال موضوع المصالحة في بداياته، المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، هناك أزمة الرواتب في غزة، هناك الحصار المفروض على غزة، هناك الكثير من القضايا العالقة حقيقة. كيف لشعب يعني معتقل ويعاني الأمرين ينتفض من جديد؟ يعني نحن رأينا الشباب يخرجون إلى الشوارع، وأيضا هناك العديد من المظاهرات، وهناك من استشهد في الأيام القليلة الماضية رفضا لقرار ترامب، ولكن أليس بالأحرى أن نبدأ داخليا؟ هذا الوضع المثالي أن نبدأ داخليا نرتب يعني أمورنا، ولكن في السياسة وفي الواقع وفي الميدان الأمور متشابكة، والسياسة لا تأتي على قالب واحد، وإنما هناك في متغيرات. قد تكون قضية القدس ونقل السفارة والاعتراف بها فرصة لتحقيق ما تتفضلين به، لأنه إحنا أريد للشعب الفلسطيني أن يتشتت في أقاصي الدنيا وتختلط أوراقه ويطويه الزمن وتذوبه الجغرافيا والمحاضن الثقافية والتربوية الجديدة. اللي حاصل أنه صارت هاي في فرصة، وصار في امتداد للشعب الفلسطيني، وواضح أنه في أوراق متعددة ومتداخلين كثر في القضية الفلسطينية. لا، هذا من ضعفه علامة قوة، وعلامة قوة كبيرة جدا. ممكن الآن إحنا كان في انعكاس للفرقة الفلسطينية على النسيج الاجتماعي الفلسطيني في الخارج، الآن تحولنا إلى كتلة واحدة في الشوارع كتفا بكتف، لون فلسطيني واحد يعني بألوان العلم الفلسطيني الوحدوية، نهتف من أجل القدس وفلسطينيتها وعروبتها وإسلاميتها، نهتف للوحدة الوطنية، نهدف ضد قرار ترامب. هذا كله تعضيد مشهد ما كان مألوف في القريب في الزمن القريب، يحتاج إلى أن يتطور. وهنا يجب أن يواكب حتى يكون في شيء من الضغط هذا المشهد الوحدوي، وحتى اللي تنعكس في خطاب الرئيس عباس شيئا ما اليوم صباح اليوم في اسطنبول، ممكن ان يضغط باتجاهه في 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 مساله غزه، في مساله الاعتقالات. المشهد الفلسطيني معقد مشتبك مأساوي، ولكن وهناك يعني من لا يروق له الوحده الفلسطينيه. هذا ممكن ان يتقدم، نحتاج الى شيء من الصبر، من التعني، من اللغة الإيجابية، وأيضا من الضغط وعدم الركون للخطأ. نعم، فعل الشيء ونقيده. نعم، الشيء وضده ليس حاجة سهلة، ولكن هذا حال من يتصدى لقضايا تاريخية وقضايا مصرية وقضايا استراتيجية في هذا الجانب. نكون نعم، تفضلي. أعود إلى الأستاذ بلال نتشة من القدس المحتلة. أستاذ بلال، هل كنا نحتاج إلى مثل هذه الصدمة لننهض من جديد، لنجعل العالم كله يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن كانت مغيبة إلى فترة طويلة؟ يعني قصدك اختي ولدان نقول ربا ضرت النافعه يعني مثلا، يعني كيف نشغل شيء شيء شيء. نحن على الارض الفلسطينيه موجودون، وانا بقول لك كثير كويس انه احنا المصالحه الفلسطينيه اللي احنا من هاي الانقسام مستمرين فيه، وان شاء الله راح ننهي هذا الانقسام وتتم هذه المصالحه. يعني ممكن في ناس بتتكلم انه ماشي المصالحه بصعوبه، لكن انقسام له 10 سنوات، يعني انا تقديراتي لا تطلع مرهفات هنا وهناك وبتمشي الامور، لكن الشعب الفلسطيني واعي لشغله واحده موحده، انه لا يمكن ولا باي شكل من الاشكال ولا في وقت من الاوقات ان نقبل قيام دوله فلسطينيه بدون القدس الشرقيه عاصمه لها، لا ترامب ولا غير ترامب. واحنا الشعب ممكن بعض مرات في ضربات بتيجي على راسنا بتصحينا، لكن احنا صاحيين فيما يخص القدس. القدس خط احمر، المسجد الأقصى خط أحمر، كنيسة القيامة خط أحمر. إحنا في كلمة سر
مصر كبرى أختي وجدان تجمع الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وكلمة السر هي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. أستاذ بلال، دعوني أيضا نتحدث عن كيف يعني يتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه رغم كل الضغوطات الإسرائيلية بطرده من أرضه، تحديدا في القدس المحتلة. هناك تهديد للكثير من الأسر والعائلات، هناك إغراءات كثيرة للكثير من سكان القدس المحتلة بأنه تدفع لهم ملايين من أجل أن يغادروا أراضيهم وبيوتهم وأملاكهم. سنتابع هذا الفيديو من الخليل، الفيديو عن من الحرم الإبراهيمي الشريف لشخص يعني حاول بعض الإسرائيليين أن يغروه بالمال أن حتى يبيع أملاكه من أجل مقابل ملايين الدولارات. لنستمع ماذا قال، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي عبد الوهاب عبد الرزاق المعتصم، أسكن مقابل الحرم الإبراهيمي الشريف، هذا المكان المقدس، هذا المكان اللي لعب فيه سيدنا إبراهيم الخليل واندفن فيه. أنا ساكن مقابلهم هون. طبعاً إحنا جماعة هون معرضين دائماً يعني للمشاكل مع بعض المستوطنين. إحنا هون دفعوا لنا 100 مليون دولار عشان نسلم هذا الموقع، المحلات التنين اللي أنتم شايفينهم، والبيت طبعاً ما عدت من 600 إلى 700 متر المساحة. فإحنا بتعرفوا هذه الأرض أوقفها سيدنا عمر بن الخطاب للمسلمين. فلا يمكن ان نتصرف في الكل او اي جزء منه، لان هذا اموال المسلمين، ما هي اموال خاصه، فلا يحق لاي انسان انه يقدر يتصرف في هذه البلاد الطاهره. هذه مكان مقدس لا يملكها الا جميع المسلمين، لا يملك احد. احنا ان هون حق المنفعه مش اكثر، ان ان حق المنفعه، فهذا يعني عقد رباني، فلا يمكن يتصرف فيه اي انسان الا اذا كان واحد نفسه مريضه بس. رأيك دكتور عصام بهذه الإغراءات التي تطرح على الفلسطينيين من أجل بيع أملاكهم؟ يعني قوة الشعب الفلسطيني واضحة، بعد 100 عام لم تستطع إسرائيل أن تزحزحنا عن أرضنا. صحيح. أجلت منا عن أرضه، ولكننا اليوم نحن في داخل فلسطين يصل عددنا إلى ما زيد على 6 مليون، أي ما يقارب عدد اليهود الواردين إلى فلسطين، والذين لا علاقة لهم دينية ولا جغرافية بهذا المكان بشكل أو بآخر. فبالتالي نحن شعب الجبارين، شعب ثابت على قضيته. اليوم نرى، رأينا الموقف الرسمي ممتاز جدا، موقف رافض، قد يكون السقف الذي نريد، ولكنه موقف قوي. نعم. رافض لقرار ترامب بنقل سفارته إلى القدس، وهذا بمعنى اعتراف بأن القدس عاصمة هذا الكيان الذي سيزول بحول الله تعالى، لأنه كيان قائم على باطل. وبالتالي اليوم يعزز هذا الموقف الموقف الشعبي، ورأينا أن الموقف الشعبي أيضا جلي وواضح وقوي غير مسبوق. يعني صحيح أنه في فترات ماضية كان هناك تفاعل دائما، يعني فلسطين لا تغيب عن البال، أحيانا كثير يريد أن يظهروا أن العالم تخلى عن فلسطين لموقف أو لآخر، ولكن تثبت الأمة دائما أن قضية فلسطين قضية مركزية لا يسمح بالمساس بها. اليوم نريد أن نعزز هذه المواقف، نجمع بين الموقف الشعبي الذي سيتقوى به الرسمي، ونتقوى بالموقف الرسمي الذي يعطينا المجال للتحرك لكسر إرادة المحتل وكسر قرار ترامب. هو يستطيع أن يتخذ ما يشاء، ولكن واقع الأمر أنه وإن نقل السفارة، وإن رغم أن وزير خارجيته يتحدث أن النقل سيكون بعد سنتين، وهذا لم يأت اعتباطا، لأنه رأى حجم الحراك الشعبي والحراك الشعبي الفلسطيني. ولذلك أنا أقول أن الشعب الفلسطيني أيضا يجب أن يتقوى داخليا، وأن ينطلق في انضفاضته الثالثة بقوة أكبر، ولكن يحتاج إلى دعم حتى لأنه حاليا مدعوم بقرار سياسي عربي وإسلامي ودولي. رأينا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا القرار، وبالتالي أصبح ترامب معزولا، يعني ترامب أصبح معزولا أمام العالم. ولذلك حتى أن القمة الإسلامية في إسطنبول قالت أن أمريكا لن تكون شريكا في
السلام. وبالتالي الشعب الفلسطيني اليوم مدعوم بشكل أقوى بقرار عربي إسلامي دولي، مما يعطيه حق الدفاع عن نفسه وحق رفض هذا القرار وإسقاط هذا القرار، وهو أيضا مدعوم بقرار شعبي عالمي في كل المناطق. غدا بعد غد الجمعة وسنرى في مليونية أعتقد مليونيات الفلسطينية في ستكون غزة. مليونيات خارجة في كل الوطن العربي. رأينا كيف اندفع الشعب الجزائري في الطرقات رغم أن هناك كان قرار منع تظاهرات، ولكن هذه القضية لا تحتاج لقرار من أحد. رأينا التحرك المغاربي المليونية التي شاهدها المغرب والتي نشاهده على التلفزيون، ونرى اليوم التفاعل حتى الخليجي، أن هناك وقفات أيضا خليجية كاسرة لكل التضييق الذي أريد له أن يفرض على قضيتنا الفلسطينية. فبالتالي نحن اليوم في موقف الفاعل وموقف القادر وموقف الذي سيحقق الانتصار بإذن الله تعالى، وسيهزم القرار الأمريكي شاء ترامب أم لم يشاء. نعم. عودة للأستاذ بلال من القدس المحتلة. أستاذ بلال، الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية، وأيضا قبل فترة ليست ببعيدة اليونسكو أعلنت أنه المسجد الأقصى وأيضا المقدسات في الخليل القدس والمقدسات في الخليل الحرم الإبراهيمي الشريف هي يعني تراث إسلامي فلسطيني. يعني كل هذا الاعتراف إلى أي مدى يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني في وقت يعني هناك تعنت إسرائيلي بفرض سيطرتها بالقوة وتهويد المدينة؟ أولا يعني إحنا نقدر الموقف الدولي، نقدر الموقف الدولي والأمم المتحدة وأوروبا وكل أصدقائنا في العالم على مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية ومواقفهم تجاه القدس الشرقية. أنا بقول إحنا الآن أمامنا فقط أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل هم الجهتين الوحيدات اللي واقفين أمام قيام الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشرقية. وأمريكا حطت حالها في قالب الآن يعني نحن لا نسمح، طالما واقفها بهذا الاتجاه لا نسمح ولا بأي شكل من الأشكال أن تكون راعية لعملية السلام. أوروبا مواقفها محترمة ومتقدمة تجاه قضية فلسطينية، ونحن نكمل هذا عاليا. إضافة إلى ذلك كما حكاها أخ البيت عندك الموجود في الاستوديو، إحنا الشعب الفلسطيني شعب الجبارين، إحنا موجودين لا في معنى لا نووي ولا في معنى دبابات، لكن إحنا جاهزين نواجه أي قرار باللحم الحي. إحنا موجودين في الميدان، هذه القدس إلنا إلنا ومش لغيرنا. هذه القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، قصر الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نتنازل عنها. ومن هو من ألف القدس أنا بتكلم مع قلب البلد القديمة في القدس بجانب المسجد الأقصى المبارك، بقول لك إحنا نفسنا طويل ورجلنا في الأرض وظهرنا في الحيط، وإحنا خلف القيادة الفلسطينية وخلف الأخ أبو مازن ويجب المهر ذكرها. نعم. أعود إلى الأستاذ ماجد من برلين. أستاذ ماجد، يعني هناك من يرى أنه يجب إلغاء اتفاقيات أوسلو وإلغاء التنسيق الأمني وعودة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، يعني هكذا البعض يرى الصورة أنه يجب أن يكون هناك وحدة وأن يعني تختفي كل هذه الفروقات والخلافات السياسية الداخلية من أجل الضغط أكثر على دولة الاحتلال وعلى القرار الأمريكي، رأيك بذلك؟ نعم، هذا السقف المؤمل. احنا كنا نتكلم عن السقف مرتفع للرئيس عباس على مقاس الرئيس عباس وتاريخه في الرئاسة. بالنسبة لنا الخطوة الخطيرة اللي قامت فيها أمريكا تحتاج إلى خطوة فلسطينية مقابلها مدوية تشعر الأمريكان والصهاينة بأنه القدس خط أحمر. أنا أذهب أبعد من انهيار عملية السلام، أذهب إلى حل السلطة وقذف كل تبعات الاحتلال في وجه الاحتلال، ولا أن نكون وكيلا للاحتلال. خطوة مثل هذه حل السلطة، وليكن الذهاب إلى غزة، وليكن البقاء في الخارج، لأنه الرئيس عباس الآن فوق 80، فبالتالي الأعمار بيد الله عز وجل له طولة العمر، فبالتالي العمر الافتراضي للبشر وأظن العمر السياسي ليس محل
مراهنة طويلة. الختام بلحظات تاريخية، وأعتقد أن خطاب اليوم ممكن أن يكون جيء من خطاب الوداع في خطوة متقدمة للرئيس عباس في التمثل أصحاب القدس، ويذكرنا نوعا ما في صيف 2000 بالرئيس الراحل أبو عمار في مفاوضات كامب ديفيد 2 دفع حياته الثمن إلها. يعني هذا وارد، لأن الرد الفعل الذي لو كنا أصحاب قرار نفعله، أما وكنا إحنا منحاول ضمن منظومة فلسطينية أن نعضد بالإيجابيات، فنقول إنه هذا الارتفاع جيد، لنذهب إلى ارتفاع أزود، نذهب إلى ضغط أزود، نذهب إلى شيء من المصالحة، بلاش يكون الخلاف فلسطيني فلسطيني، نقذف في الخلاف في وجه الاحتلال وصانعيه وداعميه بهذا البعد. نعم محتاجين إلى موقف، ولكن على مقاسنا يعني هيك يعني ممتاز. كان ممكن يكون الخطاب خطاب انهياري لا سمح الله بهذا الشكل في بعض الوقفات السياسية، لسنا معها بالكامل، ولكن متقدمة جدا. حتى بعض المفردات خرجت عن الدبلوماسية، التحكم على الأمريكي، إنه مش عارفين مع أي أمريكي بنحكي، مع أي إدارة بنحكي، هذا ليس يعني خروج عن الدبلوماسية لصالح الوضوح في العلاقة. الذهاب إلى التاريخ والسؤال الأول فيما يتعلق باستدعاء مئوية وعد بالفور والضغط في الحقوق الفلسطينية، جاء الرئيس عباس بحزمة سياسية واعية، وأنا أظن تحليلا وليس معلومة بأنه في شيء من التنسيق والتعضيد التركي، لأنه قدم الرئيس التركي راعي القمة للرئيس عباس بأنه هو سيكون نجم هذا القمة، عليه مسؤوليات تاريخية، وفي هذا مغزى سياسي إلى ضرورة تماسك الموقف الفلسطيني، وهذا ذكاء في دبلوماسية تركية على رأس القمة الهرم المنظومة الإسلامية، إنه وهذا ما نقوله دائما، إذا تماسك الفلسطيني وكان في المقدمة سيكون معه كل الجماهير. نعم. لن تكون هذه الغضبة الإسلامية عبر العالم العربية إذا كان في شيء من الخفوت الفلسطيني أو السكوت الفلسطيني أو الركون الفلسطيني. فاكتملت منظومة الفلسطيني الذي ينتفض في الميدان، يعضده أخوه في 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 أقاصي الدنيا، ويعني يدعمه ويكون الحضن العربي القومي الدافع والحضن الإسلامي الأممي الذي يرتبط بالقدس قبلة ومقدسا له كما أحرى العالم. نعم. هذا المشهد له ميزة، اسمحي لي، أكثر من هبة أو الدفاع عن الحق الفلسطيني في غزة، لأنه أثناء غزة كان في منظومة عربية 2014 فيها شيء من هنا وهناك من التماسك النسبي، أما الآن لا، ما في حالة انهيار كامل في المنظومة العربية، في انقسام في الشارع العربي، انقسام في عمودي في 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 في, في من كان هو في منع عن الانقسامات اللي هو البوتقة الخليجية. على الأقل اجتمعوا على قضية القدس أستاذ ماجد، على الأقل اجتمعوا على قضية القدس. أستاذ دكتور عصام، يعني الشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال على مدى 100 عام منذ وثيقة وعد بلفور حتى اليوم، يعني هل تعتقد أنه سيرضى بالقدس الشرقية عاصمة لدولته بعد كل هذا النضال وهذه التضحية الطويلة؟ قصدك بالقدس الغربية؟ بالقدس، نعم. لا، هل سيقبل بالقدس الشرقية عاصمة لدولته؟ نحن لا يهمنا ماذا يقبل أو لا يقبل، نحن لا نقبله أصلاً، فبالتالي نحن الذي نقرر أن نعطيه شيئا أو لا نعطيه شيء، وللأسف أننا أعطيناه شيئا. أنا أقول للأسف أننا أعطيناه شيئا، وهذا بداية التنازل الذي أوقعنا في هذا المشكل الكبير الآن. نحن شعب لن نقبل إلا بفلسطين لنا لا لغيرنا، ولذلك هم كانوا يراهنوا أن الآباء يموتون والأطفال ينسون، واليوم الذي يواجههم الأطفال وليس أحد غيره، صحيح، ليس الأجداد وليس الآباء، وإنما الأطفال وجيل الشباب هو الذي اليوم يقف له بالمرصاد. كسر إرادته في موضوع البوابات، صحيح، وأفشل مخططه، ونحن نقول له نحن على أبواب التحرير، شئت أم أبيت، إذا أردت أن يبقى لك شيء فلا تظن أن خطوطنا الحمراء يمكن أن تصبح خطوط صفراء أو خضراء مرة ثانية. نعم. ولذلك اليوم جميع العرب وخاصة الأردن وفلسطين
والدول المحيطة مصر وغيرها ترى أن هذا القرار طعنة لهم، لأنه لم يبقي لهم على عرق حياء. ولذلك اليوم تجد أن ملك المملكة الأردنية يقف بقوة في هذا الموقف، ويرى وهو كان قد وقف موقفا عندما قتل أو قتل حراس السفارة الإسرائيلية مواطنين أردنيين. نعم. وإلى اليوم العلاقات الفلسطينية أو العلاقات الأردنية الإسرائيلية متوترة. نعم. ورأينا كيف أيضا الموقف أصلا التركي هو متوتر مع الإسرائيليين في قتلهم لنشطاء مافي مرفرة. نعم. وبالتالي إسرائيل تلعب بالنار وأمريكا تصب البنزين على النار، وبالتالي هم سيشعلوها ثورة، وهذه بداية الثورة. ولذلك نحن نقول أن وقود هذه الثورة هو الشعب الفلسطيني، وسيدعمه الوطن العربي بلا حدود، والأمة العربية والإسلامية ستدعمه بلا حدود، وهذه بإذن الله تعالى فاتحة الخير وفاتحة التحرير إن شاء الله. إن شاء الله. أعود إلى الأستاذ بلال النتشة. أستاذ بلال، يعني ألا ترى معي أنه هذه المظاهرات والاعتصامات، الحراك الشعبي الموجود في الدول العربية والإسلامية وفي دول العالم وحتى على مستوى الشخصيات الرسمية، هل هذا يكفي من أجل نصرة القدس، أم أنه نحتاج إلى مواقف أكثر عملية وجدية للدفاع عن المسجد الأقصى وعن المقدسات الإسلامية في القدس؟ أولا المواقف الداخلية الفلسطينية مواقف رائعة جدا، المظاهرات السلمية، الوقوف، الوقفات الاحتجاجية، مواقف الدول العربية الشقيقة والإسلامية والأوروبية مواقف متقدمة وجيدة. وأنا بقول فعلا تحركت هذه المواقف من خلال القدس، وتحركت هذه المواقف من أجل القدس، وأنا بقول لا هي غير كافية، لكن بدنا موقف عربي صارم، بدنا موقف إسلامي قوي شديد اللي نشعر فيها. أولا أمريكا لها مصالح كبيرة في هذه المنطقة، يجب مقاطعة كل ما هو منتوجات أمريكية، هذه ممكن تأثر على الموقف الأمريكي بشكل كبير جدا. يعني في إخوان في أصدقائنا في أوروبا الآن منتجات المستوطنات الإسرائيلية عمالهم لم يخدم قطعنا، وإحنا بالنسبة لنا أعطي رسالة واضحة كعرب، نحن كعرب وكمسلمين لما نكون واقفين بشكل قوي نقدر نوجه رسالة قوية جدا لكل العالم إنه إحنا نقدر نأخذ قرار. وفي نفس الوقت أنا بقول يجب مقاطعة كل شيء له علاقة بأمريكا من أجل وضع حد بالزاوية من أجل التراجع عن هذا القرار الخطير. نعم، شكرا أستاذ بلال، عذرا على المقاطعة لأنه وقت الحلقة يدهمنا للحديث عن موضوع المقاطعة والتطبيع مع دولة الاحتلال. لنتابع هذا الفيديو للأستاذ محمد العمادي رئيس لجنة مناصرة فلسطين من البحرين، لنتابع ما قاله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني فعاليات البحرينية اليوم مستاءة جدا مما يعني توصل إلى أسماعنا من وجود وفد بحريني أو يمثل البحرين أو يحمل اسم البحرين في الكيان الصهيوني الغاصب. هذه الوفود التي تزور هذه الكيانات من أجل تحت أي مسمى اليوم ما لها إلا مسمى واحد، هو التطبيع. والتطبيع اليوم خيانة، خصوصا في الظروف الحالية حيث أن الفلسطينيين لا يجدون حقوقهم. التطبيع اليوم خيانة كما ذكر الأستاذ محمد العمادي، وتحديدا عندما تم سؤاله عن الوفد البحريني الذي ذهب إلى القدس مؤخرا. رأيك بموضوع التطبيع، يعني كما ذكر الأستاذ بلال أنه نحتاج إلى موقف قوي من قبل الدول العربية، لكن للأسف نجد أنه بعض المواقف مختلفة يعني ومطبعة بشكل كبير مع دولة الاحتلال. خليني أقول إحنا التطبيع بالنسبة لنا جريمة وليست فقط خيانة، بل هو جريمة سيعاقب عليها كل من قام بها، لأنه هذا تفريط بحق الأمة العربية، لأنه من يفرط بوطن عربي سيفرط بوطنه، وهذه بوادر يجب أن تنتبه لها الدول والحكومات العربية، أنه إذا مواطنيها قاموا بتفريط بقضية فلسطين وقضية الأقصى والقدس فهم أقرب إلى التفريط بأوطانهم إذا لا سمح الله وقعوا فيما وقعنا فيه. وبالتالي من هذه المنطلق نحن نقول أن الأمة العربية إلى اليوم لم تطب مع الكيان الصهيوني. قد تكون تقاربت الأنظمة من الكيان الصهيوني، ولكن شعوب المنطقة
وهذا حالها الذي نراه اليوم، يقول أن التطبيع محرم. ورأينا مصر أنها وإن كانت أول دولة وقعت معاهدة سلام مع الإسرائيليين ولها مبرراتها، إلا أن الشعب المصري هو من أكبر المقاطعين للدولة الإسرائيلية، للكيان الصهيوني، وكل من يزور الكيان الصهيوني تحاسبه الأجهزة الأمنية حسابا شديدا. حتى أن رأينا أن حتى الموقف المصري في كثير من القضايا هو يعني تجاوز كثير من الدول التي للأسف الشديد اليوم تريد أن تنخرط بطريقة أو بأخرى بتقاربها مع الكيان الصهيوني بطريقة غير مسبوقة ولا معهودة، وهذا خطر شديد. وبالتالي نحن مطمئنين أن أمتنا واعية، شعوبنا واعية. من يريد أن يوصفنا بأننا شعوب جاهلة، شعوب لا تقدر، لا، اليوم رأينا كما رأينا في بوابات القدس، رأينا اليوم الموقف في موضوع إعلان ترامب، أن الحراك سبق الحكومات، الحراك الشعبي سبق الحكومات، وسقفه أعلى بكثير من سقف الحكومات بطريقة أو بأخرى. وبالتالي نحن لا موقنون مطمئنون، وهذا جهدنا. ولذلك حتى أخي ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا، نحن الفلسطينيين اليوم في أوروبا يزيد عددنا على الأكثر من 100,000، ولذلك نحتاج إلى حراك من هذا الطرف بشكل كبير للوصول إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. وأنا أظن أن قرارات أيضا الاتحاد الأوروبي هي بسبب هذه التواصلات التي يقوم بها الأخ ماجد وأخوانه، ونحن هنا في بريطانيا وغيرنا، لأننا أصبح لنا كتلة ضاغطة، قتلة قادرة على الوصول إلى صاحب القرار وتغيير مثل هذه القرارات. نعم، أختم معك أستاذ ماجد الزير، يعني لا أريد أن أكون متشائمة، ولكن الوضع لا يبشر بخير. نعم، هناك قرار دولي مساند لقضية القدس، رافض لقرار ترامب، ولكن هناك اعتداءات إسرائيلية مستمرة وانتهاكات إسرائيلية مستمرة واعتقالات للشباب الفلسطيني، هناك قصف لغزة وتدمير العديد من البيوت وسقوط الشهداء، يعني وكأنه دولة الاحتلال تضرب بعد الحائط كل القرارات الدولية اللي هي ضدها بشكل أو بآخر. يعني رأيك بما ستفعله إسرائيل في الأيام القادمة، الخطوات القادمة، هل سيظهر علينا ترامب من جديد بخطاب جديد؟ هل سوف يغير رأيه ربما أو يعتذر للفلسطينيين؟ ما هي السيناريوهات القادمة؟ اسمحي لي، الوضع يبشر بخير والتفاؤل سيد الموقف، لأنه في ظل هذه الأزمة ما كان ليقدم ترامب بإعازة إسرائيل على خطوته إلا وهو يشعر بحالة انهيار، وأن فلسطين غابت من الأذهان وستغيب في الواقع. برغم كل هذه الظروف يخرج الشارع ويتماسك الموقف وينتفض البعد الرسمي بشكل متقدم كما هو حال الموقف الرسمي الفلسطيني والموقف الرسمي الأردني والمواقف الرسمية بمعظمها والمواقف الدولية. فبالتالي في شيء من العافية بالمخزون للقضية الفلسطينية متقدم وقوي جدا، ويحتاج إلى ما ينتج عنه، وهذا هو مشهد فلسطين. ما زالت هي التي توحد هذه الأمة بل وتوحد أحرار العالم، ما لازال رصيدها عاليا متقدما، وهذا يكفينا كمرحلة في مرحلة الانهيار اللي احنا فيها، اننا حين نتعافى، والتعافي مسألة وقت والتماسك مسألة وقت، لأن الحق سيغلب على الباطل، هذا لا شك فيه. وهنا يعني حالة المراوحة اللي احنا فيها كنا نحتاج إلى درس زي درس ترامب لكي نذكر أنفسنا بأننا نحن لدينا من الرصيد ما يمكن أن يبنى عليه بناء استراتيجيا حقيقيا المكاسب، لأن أصلا إسرائيل محتلة القدس وأمريكا بتتعاون مع إسرائيل. فبالتالي والرئيس أوباما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن قبله بوش اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل. هذا التحريك الأمريكي تحريك متجدد، يعني أعطيت عليه أو أضيفت عليه نكهة من نكهة الجهل والعجرفة للترامب وبشيء من التقدم، وصاحبه شيء من الافتراق الأمريكي الأوروبي الواضح منذ أن كان ترامب مرشحا إلى ما بعد الترشيح، حتى وصلت إلى إهانات شخصية وجهها ترامب لبعض رموز السياسة الأوروبية وأبرزهم المستشارة الأمريكية المستشارة الألمانية.
هذا كله خلطة سياسية مهمة لنا كفلسطينيين لكي نبقي حالة الأمل، نبقي حالة التعاضد، نسد ثغرات هنا وهناك. ولذلك المجهود المدني لا ننتظر حالة مثالية، إنما كل عليه دوره، كل عليه إسهامه بكل المجالات وبكل هذا في المؤسسات الحقيقية، كما هو شأن المؤسسات التي تصدرت المنصات الدولية، مركز العودة الفلسطيني أو مؤتمر فلسطيني أوروبا بالبعد الشعبي، أو المؤسسات المحلية الشعبية هنا وهناك. كل هذه المنظومة الفلسطينية المتماهية مع الحراك المخيمات، لا ننسى المشهد الفلسطيني في مخيمات لبنان الذي أبدع، كما هو حال شعبنا في الداخل وقبل ذلك وبعده تماسك المقدسيين، أثبت التاريخ بأن ما في حاجة اسمها مطلق في السياسة، ممكن أن يتراجع صانع القرار بما في إسرائيل. مشهد تراجع إسرائيل في البوابات سبقه تراجع إسرائيل في أزمة مبعدين برج الزهور، عندما رسم مشهد فلسطيني متصامد في العراء في مرج الزهور ووادي العقارب والحياة، وأرجع الأبطال إلى فلسطين، وكانت أول سابقة في إلغاء فكرة الإبعاد بسياسة أحادية تجاه إسرائيل. مشهد التراجع الإسرائيلي بضغط يعني بتهبة ميدانية وضغط شعبي في الداخل والخارج وإسناد سياسي رسمي بكل أوقاته، إذا انتظمت هذه التكاملية في المعادلة يحدث اختراق، ونحن أمام لحظة تاريخية ممكن أن نحدث فيها اختراق. المهم أن نستمر، المهم أن نتعاضد، المهم أن لا نختلف. شكرا جزيلا أستاذ ماجد أزير، رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا، كنت معنا من برلين، وأيضا رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن. شكرا جزيلا على هذه المشاركة، كما وأشكر ضيفنا من القدس المحتلة الأستاذ بلال النتشاء الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور عصام يوسف، منسق نزاهة للأعمال الإنسانية والحقوقية. شكرا جزيلا لحضرتك. وفي النهاية مشاهدينا نقول لهم وعدوا بالفور ولنا وعد الله. السلام عليكم.